واش اخوان اليوم فيديو جديد كون ها فيديو جديد ليش خصنا نديرو شي بينا مزال يلا كون نعرفو نهار فيديو جديد ياك زعما خصنا نديرو شي بينا مزال يلا كون نعرف فيديو جديد ضروري السلام عليكم فيديو جديد خصنا نديرو شي بينا مزال تبرد برد محمد ناس عبري فخش المهم اخوان فيلم نقدروا نديرو هاد السيمانه ولا السيمانه الجايه المهم مباركوا واشركم كنشكركم المهم فيلم جديد دار غندير واتخر ما غندير افلام ولا قليل فيلم المهم نبداو على من على من التصاحب في هذاك ميش ضربت يكون هاد التصاحب المره يكون هذا جديد على على اش كيقولوا لهم دوك واش كتحتفلوا بالعيد الطارق شو الطاره الطاره مضروب على الطاره وكان مطارش بعيد الحب والاخوان المهم بداو الفيديو ديالنا اليوم يلا واش تحتفلوا بعيد الحب؟ بعض الناس كيحتفلوا كاين اللي كيحتفل وكاين اللي ما كيحتفلش ولكن حنا كنحتفلوا بعيد الحب لان لا داس ديال عيد الميلاد ديال بنتي ديالك مع الزياده مع الطلعه والشنطه ندير المكشي ضروري غنحتفل به كيبقى الحب ديال الوليدات الحب ديال العائله ماشي غير الحب ديال الحب يعني صحيح هادشي اللي كان بون انيفيرسير ميرسي بوكو خالتي واعره سي عارفك شي الحب ديال الكيزه بنتي وانا مقاود مرحبا شكرا لكم تخونا من الميكروفون تو عشقه عشقه حراك هو عجب انا تاع عشقه غير مشكاد كنت كاد سي خويا السلام خويا كتحتفل بعيد الحب لا ما كنحتفلش به مو اش كنعملش به من الاخر والو كاع ما عارف واش كيدير انا ازرق ولا احمر ولا اصفر ما عرفوش انا كيدير واش ازرق ولا احمر ولا اخضر ولا اصفر واش حب غير ما عرفوش الاحمر ولا الاخضر حبيت هذاك صوتي انا كمل اه عمر لا حبيت ولا حبيت حبيت الوالدية تعرف مدينة الوالدية سامع الوالدية المدينة ديال الوالدية هادي حبه والله لا ما كنحتفلش به علاش هكاك حيت كنكون مع الدار شفتو مع الدار ما تحتفلش علاش دابا كيفاش تحتفل داكشي علاش ما كنحتفلش به وصافي الا ما كنتيش مع الدار الا ما كنتش مع الدار غيجي مع منكم ان شاء الله غتكون معاك الشريف ان شاء الله الا كيجي مع منكم غتكون معاك غتكون مع الشريف العراق ديالو هذا الحب هو هو القص هو القص هو القص هو الماكلة هذيك هو الحب عدو تحتفل بالحب صافي واش وحدة ضاربة لك كولون من لون اللحم غتحتفل فيها مع شي حب بالي راه كاين لا حب لا مازال والديك اللي كتهلا وفك فهمتي صحابك يكاليو عليك السارة ولكن ما كرهناش راه خلينا نقول لك بحال ما كره مفقوس هذا مصابق هذا قالك واخا تقول لي معاك وانا راه مفقوس كرا جوا كرا ناش الحب زوين وخصوصا الا كان ودك نهار تعين جوجل حرام انا ما يقدر ما كول وكدا من شويه الحب زوين حب بيور متبادل فهمتيني ماشي غير حب جامعة المصلحه والماده هذا ما تعتبرش حب بشكل بصفه نهائيه بالنسبه لي انا ما عنديش جي اف ما عنديش جير فريند ما عنديش السطا ديالي فهمتي دابا راه جيت 3 سنين متبادل عارف كيفاش نتبادل وعطيني نعطيك تبادل بالدراري لي اري او ا بالنسبه لي انا ما عنديش جي اف ما عنديش جير فريند ما عنديش السطا ديالي فهمتي دابا راه جيت 3 سنين علاش حيت ما كنبغيش داك لامور المزور ما عنديش السطا ديالي ماي داك ما بغيتش الدري تكون مزورا تبقى مزور لا ما كنحتفلش به علاش لا انا ما كنحتفلش به سو قاسو نو نو لا بس انا ولي نسولك تحتفل بعيد الحب لا ولي يسولني انت تحتفل به نو نو يسولني تحاول به لا ما كنحتفلش به ما عندكش معاه نو ما عنديش معاه ولا السروان زير دارتي يا جرد سيد وقالت له ما عنديش معاه قال حيت سيلي باطا نو سي سي لي باطا ولكن انا ما كنحتفلش به انا ما كنحتفلش به كيدوز شحال من مره ولكن انا ما كنحتفلش خرجت عليه الدنيا وانا
نمشي نسيبات ولا علاش حرام اويلي اويلي ساري ساري الله يهدي الشباب الله يهدي الشباب هادو مساكن ما عندهمش العقل متبعين ديك العقليه ديال برا الله يهدي الشباب الله يهدي الشباب سمعوا كبير وثاني ديال العقل وراجل ديال الصبر راه هو زعما هو كبوي حيتي نورمال حيتي سيليباتير انتيا انا سيليباتير انتي ها انا سيليباتير غير ثلاثة بكم سيليباتير ما كتحتفلوش بقات في سيليباتير ولا ماشي سيليباتير مي زعما عيد الحب بصفة عامة نورمالمون ما خاصناش يكون واحد العيد مخصينه باش انا نحتفلوا بدا كذا الحب ممكن انا لا لا هذا هو اللي قال لك حجابي سبب عذابي دابا هذا دابا شبعين شبان لك سيدي باطل خاصة انا فاش الدريه ديال المغاربه عرفتي نقول بحال داك الصفة عامة سي با غاف صافي مزيان هادي هي الغوز زيبان ديال زوينة احبكم كيفاش الفرنسي دخلوا مع العربية دخلتو كلشي والله على الهيل ديال 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 لا ما كنحتفلش به علاش اللحية واعر الحية اللحية هو والله جاوب باللي اللحية احتفل شبية احتفل شبية تكبر يا واحد يصوت لامو يطيح اللحية شوف فيا شو الفيديو غنصوت لامو كان طيح لا 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 مكانش ليه السهل هادي الأولى اللحية قالت الأولى مكانش ليه السهل بيان سور الثانية مكانش ليه السهل الثانية خليني نقول ثاني حاجة أنا كيجيني هذاك بحال واحد الكلون بالنسبة لدري ودري بنت وولد كيجينا ياكلون هذاك الشيء بريباراسيون ديال راس العام كيديروا في 14 في هذا الشهر بريباراسيون ديال هذاك الشيء اللي كيتجمعوا ويضربوا عليهم كاين كيديروا كليب